لما نيجي بقى نتكلم عن الثوراسيك فيرتبري او اللي هي الفقرات الظهريه، زي ما قلنا احنا بنتكلم بسرعه لان احنا بنتكلم في الجنرال، يعني احنا ما بنشرحش الثوراكس مثلا ولا بنشرح الباك او بنشرح الفيرتبرال كلها بالتفصيل، انما احنا بناخد سبوتات سريعه كده في الجنرال. ده ثوراسيك فيرتبري زي ما قلنا، ادي البادي او الفيرتبرال البادي، هنجد ان هو شبه القلب هارت شيبت حسب وصف الاطالس او الكتب. ادي نقطه. النقطه الثانيه هنجد انه السباين او الشوكه، لو جينا بصينا هنا اهو مشهد جانبي، ادي الفيرتبرال بادي برضه، هنجد ان الشوكه بتاعه الثوراسيك فيرتبري هنلاحظ ان هي نازله كده، تقول لك ان هي لونج سباين، ان هي طويله. النقطه الثانيه ان هي دورزال اوبليك، يعني هي بتكون مايله قوي، واخد بالك، لتحت ولورا، فاهمني؟ طيب دي فكره الايه الثوراسيك فيرتبري. طيب اما نيجي بقى نتكلم على اللامبر فيرتبري، هنجد ان هي كيدني شيبت، يعني منظر الجسم هنا بيبقى عامل زي الكليه، كيدني شيب، بينما في الثوراسيك كان المنظر عامل زي الايه الهارت او القلب. النقطه الثانيه بقى انك تجد برضو السباينس بروسيس هنا شورت، قصير شويه، بينما هنا السباينس بروسيس بيكون لونج، طويل حبتين. هنا السباينس بروسيس بيبقى هوريزونتال، يعني بيبقى افقي، بينما هنا السباينس بروسيس بيبقى اوبليك، يعني بيبقى نازل وبيبقى مايل. خلاص كده. هنا كمان السباينس بروسيس بيبقى كوادرانجولر، يعني شبه الايه الايه المربع، كوادرانجولر. يبقى اذا الخصائص ان اللامبر فيرتبري ان هي بتكون كيدني شيبد، الجسم بتاعها شبه الايه الكليه. رقم اثنين انه السباينس بروسيس بتاعها بيبقى هوريزونتال، بيبقى افقي. اثنين بيبقى كيد، بيبقى كوادرانجولر، يعني بيبقى مربع الايه الشكل، وكمان بيبقى قصير، بيبقى ايه شورت. وطبعا بقيه السبوتات ثابته، يعني عنده مثلا عندها سباينس بروسيس اهي، قصدي عندها اسف ترانزفيرز بروسيس، وعندها هنا اثنين بيديكلز اهم، وعندها هنا اثنين لامينا، وعندها سوبيريور ارتيكولار بروسيسز، واثنين زيهم انفيريور، فهي فيها نفس الخصائص. احنا بس بنتكلم على الحاجات المختلفه والحاجات المميزه ليها، الكيدني شيبد والسباينس بروسيس، وهنا برضو الهارت شيبد، واخد بالك، في الثوراسيك الهارت شيبد والسباينس بروسيسز اللي هو بيبقى اوبليك ولونج ومش عارف ايه. طيب